العالم الإذاعي الكبير والمقيم بصدقة دقهلية فضيلة القارئ محمد أبو المعافي القارئ المعروف والعالم الإذاعي والمقيم بصدقة دقهلية. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا. لقد أحصى لقد أحصى
لقد أحصاهم عدا وقام آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما سرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك فإن ما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. صدق الله العظيم. فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس أو تسمع لهم رجزا بسم الله الرحمن الرحيم طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق
الأرض والسماوات العلى إلا تذكرة لمن يخشى تذكرة ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات والرحمن الرحمن على العرش استوى الرحمن الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا حفاة عراة وهذا ردا على من ينسب لنفسه في هذه الدنيا الحسب والنسب فإن ربي يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ويا من تفتخر بكلمات تعلمتها أو قرأتها بين الناس فإن ربي يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويا من تفتخر بين الناس بالعائلة والحسب والنسب فإن ربي يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ويا من تفتخر بمالك وجاهك على الناس فإن ربي يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ محمد أبو